عجبني جدا جدا موضوع التاروت ده. انا اول مره اجربه، كله كلام الحقيقه مبهج، يعني يدينا امل، يعني في كده رفع معنويات، هي حاجات مستقبليه انا مصدقاها. مثلا بتقولي ان في شغل وحاجه كويسه، انا فعلا داخله شغل خايفه منه، لكن هو فعلا حاجه كويسه يعني الى حد كبير. يمكن هو بس موضوع الجواز هو ده اللي مش في دماغي، فمعرفش، يمكن لسه حاجه يعني جديده هتحصل. الحقيقه كلها كلام يعني يرفع المعنويات، انا انبسطت بيه جدا.